طبعا هذا اتفاق مش جديد اليوم العمل، هذا اتفاق أعلن عنه تقريبا ب 19 نيسان الشهر الماضي، وأعلنت عنه بطبيعة الحال أعلنت عنه يريفان، أعلن عنه نيكول باشينيان، إنه هو في إعادة رسم للحدود ما بين أذربيجان وأرمينيا. وهذه الأربع قرى أعتقد حسب المعلومات المتوفرة أنها أربع قرى بالتسمية بيعتبروا أنه تم أرمينيا سيطرت عليها في معارك التي حدثت في أواخر القرن الماضي، يعني سنة 1990 91 92 94، المعارك اللي حدثت والحرب التي دارت في إقليم كاراباخ وفي أرتساخ، وأدت إلى سيطرة أرمينيا على الإقليم في ذلك الوقت، وانضمام الإقليم إلى أرمينيا وإعلانه دولة مستقلة. فالموضوع أعتقد أن الأزاريين هم في واقع موضع هجومي واخذين اندفاع كبير للتقدم على أرمينيا، وأرمينيا في حالة تراجع واضحة وفعلية بالنسبة للأراضي، بالنسبة للتخلي الأراضي، بالنسبة للتخلي للحقوق الأرمينية، لكل هذا الموضوع، لأن أعتقد أن باشينيان يريد العمل حسب الأجندة الأمريكية والأجندة الأوروبية في هذا الموضوع، والتخلي عن كافة الأراضي ووقف النزاع، لأنه عنده أمور أخرى أو عنده طموحات أخرى لأنه للبقاء كرئيس حكومي والاستمرار في السيطرة على السياسة الأرمينية. نعم طبعا المستفيد الأول دائما سوف تكون في هذه المرحلة هي أذربيجان، وسوف تكون الحقوق الأرمينية دائما في موضع التراجع وموضع الانخفاض عليها. نعم سيد هشام، يعني كما ذكرت أنه الوضع الأرمني حاليا هي في حالة تراجع، في ظل هذا الوضع هل من الممكن أن تكون بالفعل أرمينيا قد وافقت برضاها على هذا الاتفاق، أم أن هناك من الممكن أن تكون هناك ضغوط مورست على أرمينيا من أطراف خارجية معينة؟ لا، خلينا نكون صريحين شوي، الموضوع أنه داخل أرمينيا هنالك دائما كان هنالك صراع داخلي، أو إذا بدك نقاش داخلي لأرمينيا حول موضوع الصراع مع أذربيجان، موضوع أرتساخ، وهنالك فريق في أرمينيا يعتبر هذا الموضوع جزء من انه ليس جزء من ارمينيا وليس جزء من القضيه الارمينيه وليس له علاقه بالقضيه الارمينيه وليس له، ويعتبر واعتقد ان باشينيان هو من هذا الجو الذي يريد التخلي عن الحقوق الارمينيه والحقوق الارمينيه في كارباخ وارتساخ وكل باقي المنطقه، وحتى هو يذهب اليوم نحو الاتفاق مع تركيا ونسيان الماضي وكل هذا ونسيان الحقوق والقضية الأرمينية. في فريق في أرمينيا يتحرك في هذا النحو، وهذا الفريق أوجد له قاعدة داخل أرمينيا، قاعدة شعبية داخل أرمينيا تتكلم في هذا الموضوع وترمي اللوم على القضية الأرمينية وعلى الصراع في الحقوق الأرمينية، أن أرمينيا متأخرة اقتصاديا واجتماعيا وكل هذا الموضوع، وهذا بسبب هذا الصراع، بسبب الحقوق الأرمينية، بسبب أن هنالك قضية أرمينية، أنه أصبح من الآن من المجدي أن نخرج من هذا الموضوع من أجل أن نطور وضعنا في أرمينيا ونعمل اقتصاد وكل هذا. هنالك وهذا جو تم البناء عليه وقامت بالبناء عليه السياسة الأمريكية والسياسة الأوروبية داخل أرمينيا، وليس موضوع حدث فجأة، هذا موضوع حدث
من فترة طويلة، وخاصة عندما حدثت ما يسمى هذه الثورة والمظاهرات نعم التي حدثت في أرمينيا والثورات الملونة وجزء من هذا الموضوع، نعم وهذا سيد جزء هشام، من لو تسمح التركيبة لي يعني التي بالحديث أنقلها. عن الثورات، عذرا على المقاطعة، يعني على خلفية نعم الإعلان خرجت تظاهرات رافضة للإعلان في أرمينيا وتطالب باستقالة رئيس الوزراء، يعني برأيك هل من الممكن أن نشهد تصعيد داخلي في أرمينيا على خلفية هذا الإعلان؟ نعم هنالك تصعيد داخلي، وسوف يكون هنالك تصعيد داخلي، ولكن علينا أن نرى قديش حجم المعارضة في وجه باشينيان، وقديش سوف يكون، ما هو حجم القوى التي سوف تقف في وجه سياسة باشينيان وفي وجه السياسة الأوروبية الأمريكية التي ذاهبة نحو التخلي عن جميع العقوبات. وأعتقد أنه في هذه المرحلة المعارضة تعيد تكوين نفسها وتعيد تكوين قوتها وتقوم بما يجب أن تقوم عليه. طبعا سوف يكون هناك مظاهرات، لأن ليس كل الشعب الأرمني موافق على سياسة باشينيان، والمعارضة لا توافق على سياسة باشينيان، والحقوق والناس الذين يعتبرون الحقوق الأرمنية يعتبرونها أساسية في الصراع وفي حياتهم وفي حياة الشعب الأرمني طبعا لن يوافق، ولذلك أتت هذه المظاهرات. ولكن ما أشرت إليه هو المظاهرات في من عدة سنوات التي أدت بالوصول إلى أدت إنه باشينيان يصير رئيس حكومة وينقلب الوضع في أرمينيا. طبعا اليوم هنالك شيء ملفت للنظر، أن موسكو استدعت سفيرها من يريفان للتشاور، هذا نبأ حدث منذ عدة ساعات. وهنا يجب أن ننظر أيضا إلى ما هو موقف موسكو من كل التطورات نعم في أرمينيا وفي منطقة القوقاز ككل، لأنه أيضا هنالك تصاعدات في جورجيا وفي المناطق نعم المحيطة. وهذه تعني هذه موسكو تعنيها هذه المواضيع، لأنها هذه هي الحديقة الخلفية لموسكو وخاصة في منطقة القوقاز. نعم كنت معي من العاصمة اللبنانية بيروت السيد هشام أبو جودة، خبير علاقات دولية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.